أوكي، السلام عليكم مرة ثانية طلابنا الأعزاء. اليوم استكمالنا السمول انتستين، إذا كان عندكم بها فد استفسار أو سؤال نسوي يعني في نهاية المحاضرة إن شاء الله تقدرون تسألون. تسمعوني صوت واضح؟ اكو تشويش زين تمام. مثل ما تعرفون اللارج انتستل تبتدئ ورا من عندنا يصير اليوسيكال جانكشن اليوسيكال فالف، هنا راح تبدا عندنا اللارج انتستين. الحقيقه هي بيها جزء اللي هو اسمه سيكم، جزء قدامنا اذا سيكم. سيكم هو السيكم. اوكي، هذه الفيرميفورم ابندكس او الزائده الدوديه. السيكم هو جزء من اللارج انتستين اللي يكون الليفل مات تحت الاليوسيكال فالف. ورا الاليوسيكال فالف، ورا هذا الدخول مات الاليوم لهنا، راح يبدا عندنا الاسندنج كولون، الكولون الصاعد، وهذا الترانسفيرس كولون، وهذا الديسندنج كولون، وعندنا السيجمويد كولون انتهاء بالركتم. هاي اجزاء اللارج انتستين. طبعا الفيرميفورم ابندكس هي جزء من اجزاء اللارج انتستين. هي الحجم مالتها يكون كبير، يعني انت من تفتح حسب نقول تفتح كادفر وتشوف اكو علامات او يجيبوا لك انتستين مفتوحه يعني طالعه وحدها، تجيبوها بتراي مرات تشوفوها يقول لك هاي شنو لارج سمول انتستين، تقدر تميزها بسهوله. طبعا اللارج انتستين اولا يكون السايز مالتها الدايمتر كبير، هاي واحد. اثنين، الكاركترستيك فيتشر اوف ذا لارج انتستين هو وجود هذه التقرصات، هذه اللي يسموها الهاوستريشن، هذه الهاوستريشن اوف ذا لارج انتستين. هذه ليش تصير الهاو؟ تسمعوني طلاب؟ اي دكتور. زين، ليش تصير الهاوستريشن؟ تصير الهاوستريشن بسبب انه تعرفون انتو المسكولر لاير اوف ذا انتستين هي عاده تو لاير، واحده سيركولر الداخليه والخارجيه تكون لونجيتودينال. اوكي، عدا الاستومك اللي بيها ثري لايرز، الداخليه الانر موست تكون اوبليك لاير. باللارج انتستين اللونجيتودينال لاير، الطبقه اللي تكون طوليه من المصلز هنا، ما راح تحيط كل الانتستين، ما راح تحيط كل البذره هذا، وانما راح تنحصر على شكل ثلاث شرائط. يعني it is condensed، مثل يعني اذا تريد تعبر عليها تقول it is condensed form three bands. هنا راح تنحصر او تنحصر هذه الطبقه الطوليه أشرطة باند. طبعا يعطوها اسماء. هذه الباند، هاي الخطوط، شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها التينيا اولاي. اوكي، هذه اسمها التينيا اولاي. حولها وحده التينيا اولاي ليبرا او الانتيريور، واكو انتيرو سوبيريور. الليبرا هنا معناها الحرة باعتبار هي من الكولون، منقول انتستين حتى من ما تخربطون ويا السمول انتستين. تمام لهنا، واضح؟ واضح طلاب؟
تسمعوني؟ نعم دكتور نسمعك. هسه احنا عرفنا انه واحده من الكاركترستيك فيتشر، بس انا ليش دا احكي هذا الحكي؟ لانه اكبر عندنا شغله راح تجينا نفتقد بها، عندنا لان اكو هسه الجماعه اللي يدخلون هون السيركولر لاير اوف مصل تبقى على حالها، ما عندنا مشكله. المشكله وين بتصير عندنا؟ او مو المشكله يعني اقصر من الطول الحقيقي للانتستين، فلذلك راح تسوي الانتستين بهذا الشكل اللي هو مخصر، يعني مثل ما بالضبط مثل ما عندك بلاستيك اقصر من القماش، فايش راح يسوي؟ راح يخصر القماش هذا. اوكي، راح يصير عندك هاي الهاوستريشن. هذا هو سبب ظهور هاي الهاوستريشن اللي اذا تشوفوها باللارج انتستين. اوكي؟ هذا زين، بعد ايش عندي باللارج انتستين؟ قبل ما نفوت على الاسندنج والترانسفيرس اتسترا. اللارج انتستين جزء من عندها يكون ريترو بيريتونيال. احنا اتفقنا البارحه قلنا الجات، الجات بصوره عامه هي بيها بيريتونيوم، يعني كان بيها ميزو ميزنتري، يعني قصدي دورسال وفنترال. بعدين هذا راح يروح من اجزاء معينه من الانتستين، مثلا من الدودينم راح يروح، من الاسندنج والديسندنج كولون ايضا راح يختفي. فايش راح يصير؟ راح يكون كانما القولون الصاعد الاسندنج كولون والديسندنج كولون يشيلون عليه بلاسترد تو ذا بوستيريور ابدومينال وول، يعني لازق بالجدار الخلفي للبطن مغطى من الامام بالبريتون، من الامام عدا منه السيكم. الجزء هذا اللي هو السيكم هذا يكون لا كفرد وذ بريتونيوم، لذلك يكون نوعا ما حر، في حين الاسندنج كولون والديسندنج كولون لازق وين؟ بال خلينا نقول بالظهر، بالبوستيريور ابدومينال وول. الترانسفيرس كولون يبقى محتفظ بالميزنتري مالته، فايش راح يصيحوا لها؟ راح يصيحوا لها ترانسفيرس ميزو كولون. كذلك السيجمويد كولون ايضا يبقى محتفظ بالميزنتري، فيصيحوا له ترانسفيرس. النقطة الأخرى هسه راح تمر علينا، خلي نمشي بالسلايدز شوية. أو قبلها هذه أجزاء اللارج انتست، يعني الإليوسيكال فاس سيجمويد كانال ركتم أند أنال كانال، هذني أجزاء اللارج انتست. ننتقل الى هذا التكست، خليت لكم اياه حتى ايضا من تقدر ترجع على المحاضره بعدين، هسه ننزل لكم اياه ان شاء الله كي دي اف تقدرون تقروها. هاي التينيا كولاي قريناها، الهاوستريشن حكينا عنها. اكو هذا الاومنتال ابندسيز او يسحوا لها ابندسيز ابيبلوسي، هسه راح نمر عليها. الكاليبر اوف ذا انتستن حكينا عنها، والثري تينيا كولاي هاي حكينا عنها ايضا. زين نشوف هاي الصوره. من نشوف الانتستين، اذا حتى لو تشوفون صور حقيقيه للانتستين اكو تلقون بيها فالزوائد، هاي الصفر اللي طالعه هاي اللي تشوفوها اللي دا اشر عليها حاليا قريبه من التينيا كولاي مباشره تكون. هذا شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها ابندسيز ابيبلوسي اور ابيبلويك ابندجز. هذا ابندسيز ابيبلوسي هذه هي بالحقيقه مثل البريتونيال ساك وذ فيلد وذ فاتي تيشو. الانتنسيتي اوف ذا ابندسيز ابيبلوسي تكون تزيد كل ما ابتعد باتجاه الريكتم، يعني بالاسندنج كولون اقل، بالترانسفيرس تزيد، بالديسندنج وبالسيجمويد تكون اكثر. اوكي؟
خاصة بهذا المكان تكون أكثر. هذه أحياناً أحياناً هذه الأبندسز إبيبلوسي أكو مرات يطلع عندي من طبعاً بيها بلد سبلاي وكذا، فأحياناً يطلع من الوول مات الانتستين مات الباول اللارج كولون يطلع بلد فيزل يزودها، وكذلك احيانا جزء من الميوكوزا يروح بهذه الفتحه اللي موجوده هنا صايره هنا. اذا صارت هذا لمن تزيد الدايفرتيكول من تزيد يعني تصير دايفرتيكولوسيس، تصير اكثر من وحده وايه يصير دايفرتيكولوسيس. احيانا هذه الدايفرتيكولا قد تلتهب فيصيحوا لها دايفرتيكولايتس. اوكي، وبما انه هذه الحاله تكون اكثر على الليفت سايد على جهه اليسار، فاحيانا طبعا هاي الدايفرتيكولايتس من تلتهب تعطيك اعراض وعلامات مثل علامات الزائده الدوديه، فشي يصيحوا لها مرات يصيحوا لها left side appendicitis. اوكي، يعني كانما يجي على جهه اللي يصير على جهه اليسار، لانه الدايفرتيكولايتس تكون mainly او بصوره رئيسيه على left side، يكون هناك تواجدها اكثر. اوكي، فاحيانا قد تسمع بالليفت سايد ابندسايتس. هذا شنو هي؟ هذه الدايفرتيكولايتس اللي هي الانفلاميشن اوف ذا دايفرتيكولا اور دايفرتيكولوسيس. دايفرتيكولوسيس مو ملتهبه، من تلتهب يصير لها دايفرتيكولايتس. اوكي زين، بما تفيدنا التينيا كولاي تفيدك فروم سيرجيكال بوينت اوف فيو، يعني الجراح من يفتح مثلا على يريد يسوي appendicectomy يريد يستأصل الزائدة الدودية، التينية ذن الثلاثة sorry for interruption، يعني الانترنت interrupted وراح
وسن ثانيه نسولف وما ادري وين وصلنا. طلاب. نعم وياك دكتور. نعم بس أوكي. فائده التينيا كولاي، تينيا كولاي من ناحيه سيرجيكال بوينت اوف فيو ما سمعناها. تمام. طلع هسه السلايد عندكم هذا؟ الدكتور. اوكي. النت انقطع من يمنا اعتقد لانه راحت الشبكه من يمنا. المهم التينيا كولاي بما تفيدك from surgical point يعني ذات جراح وقاعد تشتغل. اذا تتبع التينيا كولاي الى الاسفل باتجاه السيكم نقطة التقاء لثري تينيا ذن الثلاثة هي بداية الابندكس. يعني احيانا من تفتح على الابندكس مو تلقاها قدام عينك مثل ما هسه تشوفون مثلا بالصورة. احيانا المكان يكون يعني الابندكس قاتلة في مكان ما يعني وبها اكو many position of the appendix. فقد تكون عملية الابندكسكتومي سهلة جدا وقد تكون صعبة جدا يعني. اوكي اكو variation. فبمن يستعينون؟ يستعينون يدورون على التينية نقطة التقاها هي بداية الابندكس. هذه وحدة. اثنين التينية كولاي من اتبعها لحد نهاية السيجمويد كولون. نهاية السيجمويد كولون شو يقولون عليها؟ يعني اذا تريد توصفها يعني من تريد تولفها بالانجليزي تقول the three bands widened to include the all wall of the bowel. هنا التينيا كولاي راح ترجع بحيث تحيط الوول كله ترجع كأنما اوكي نقول هنا تسمعوني طلاب شو الند اليوم كلش تعبان شو السالفة؟ اي دكتور بس اخر شاي شلون تحيط الوول كله ما سمعناها عديد. التينيا كولاي بنهاية السيجمويد كولون راح تبدي تنفرج يعني تبدي تفتح فتسوي لك احاطة لكل الوول لكل ال wall of the bowel. فهذه بداية تعطيك فلاند مارك على انه هسه انا وصلت للركتم. اوكي يعني in the rectum اكو complete longitudinal muscle coat. There is no tinea, no house ration in the rectum. هذا فرق الركتم عن السيجمويد كولون. يعني انت مثلا قد اذا جاك سؤال يقول لك شلون تميزه من برا بدون ما تفتح وتعرف اناتومي مالته يعني مو انسايتو مو الركتم موجود بالبطن مطلع لك الانتستن برا حاط لك اياها بصينيه ويقول لك هاي شنو تشوف تشوف اكو تينيا معناها باللارج انتستن. من راحت عندك التينيا وبدت الهاوس ريشن ايضا تروح وياها معناها انت وصلت للركتم. اوكي معناها انت هسه حاليا بالركتم. زين هاي اذا شوفوها هنا عندكم الابندكس فلوسي هذا اللي موجوده قلت لكم احيانا بيها بلاد بازل. طبعا من هذا المكان قد تطلع جزء من الميوكوزا مالت اللارج كولون وهنا ويسوي لنا بعدين دايفرتيكولوسيس يصيحوا لها. من تطلع بيها الميوكوزا يلا يصيحوا لها دايفرتيكولوسيس. Otherwise هي اسمها fluid appendages. اوكي وهاي التينيا الثلاثه هاي الثري او الليبرا وهاي الميزنتريك يصيحوا لها وهاي الاومنتال. الميزنتريك لانه هنا مكان الميزنتري متصل بها.
هذه أطوال اللارج انتستين طبعاً. يعني هاي statistical point of view، هل قد طول الترانسفيرس، هذا طول الديسندينج etc. هذا التكست اللي حاط لكم اياه ايضا قد يفيدكم. مثلا احنا حكينا بصوره مختصره عن الموضوع هذا، اللي يحب يقرا او يطلع على اكثر التفاصيل موجوده هنا هذا التكست اللي قدامكم. تبقى الفيرميفورم ابندكس الزائده الدوديه. الزائده الدوديه طبعا الزائده الدوديه بيها ابندك، بيها ميزنتري، هذا اللي موجود الابندك، يحتوي على الشريان اللي يغذين لك الابندكس. هذا من يجينا طبعا، هذا واحد احنا متفقين انه هاي المنطقه كلها السيكم اسندنج كولون هيباتيك فليكتشر والترانسفيرس كولون تقريبا ثلثيه، هذه كلها منطقه السوبيريور ميزنتريك ارتري، هذه كلها ميد جات، ميد جات اوكي. فالسوبيريور ميزنتريك ارتري هو اللي يزود لك هاي المنطقه. طبعا هذا الابنديكولار ارتري يجينا من الاليوسيكال ارتري، برانش من عده، يمشي اول مره بالفري مارجن اوف ذا ميزو كولون اوف ذا ابندكس، وبعدين راح يكون بتماس ويا من ويا الابندكس، يمشي وياها. فاحيانا شو يصير عندك؟ احيانا من يصير تسمعون طلاب؟ هاي شويه شغلات كلينيكال. اوكي. احيانا من يصير التهاب بالزائده الدوديه بهذا المكان ايش راح يسوي؟ طبعا يصيحوا له، هاي اللي تسمعون يقول لك الزائده مالته مفجوره. هي شنو مفجوره؟ هي قابل قنبله وانفجرت؟ لا، وانما يصير بيرفوريشن بالحقيقه، بيرفوريشن بالابندكس. اذا صار بهذا المكان بيرفوريشن خاصه بالديستال اند مالتها، فمباشره ان يكون الشريان قريب عليها، قريب على الوول، فلذلك ممكن يسوي لك بليدنج، يعني مو بس بيرفوريشن، يعني الشريان ايضا يكون يتلف ويا البيرفوريشن. فمن يسوون عمليات احيانا شو يسوي؟ طبعا يدور على الميزوكولون ويعقده، لانه بالابنديكولار ارتري حتى يخلص من البلس سبلاي اوف ذا ابندكس قبل ما يشيل الابندكس. اوكي لهنا؟ نرجع لموضوعنا، هاي السيكم، هاي بالنسبه للفيرميفورم ابندكس حكينا عنها فشيء بسيط. زين مكانها وين موجود الابندكس؟ الابندكس موجود عاده بالرايت اليك فوسا، بالرايت اليك فوسا. هذا الابندكس بوزيشن بيعطيك هنا النسب مالته، اعلى نسبه هي تكون ريترو سيكال، يسمحولها صايره وين؟ ورا السيكم. والنسبه اللي وراها تجي طبعا هي بيلفيك ابندكس، يعني الابندكس نازله باتجاه البلفس. هذه حسب الدراسات اللي هم سووها، طبعا احنا يمكن بالعراق عندنا النسب تختلف، هذه يعني النسب ما عندنا احصاء مضبوط 100%، لكن حسب ما ذكرنا وقالوا احنا عندنا بالنسبه للمجتمع مالتنا النسب تتغير هنا، بغض النظر ما لنا علاقه يعني وين كانت هي فيكال ريتروسيكال بيلفيك سب ايليال بوست ايليال فري ايليال. بوست ايليال يعني صايره ورا الاليوم، فري ايليال وقدام الاليوم، سب ايليال جوا، سب سيكال. اكو احيانا وحده من الحالات تسمح لها سب سيروزال ابندكس، هذه وين صايره؟ طابه جوا السيروزا مالت الكولون، بحيث السيرجن يدور عليها ما يلقاها، لان صايره ضمن الكولون بالحقيقه، ضمن السيكم، فيدورون عليها ما يلقوها ال شو اسمه الابندكس. واضح؟ واضح لنا ولا؟ نعم دكتور، نعم واضح. واضح تمام. هذا بلس سبلاي لمف درينج ما ادري شنو، هذن احنا حكيناهن ضمنا على الموضوع. تبقى شغله، اكو بالابندكس يعني قد تسالون عليهم، مثلا ابو الزائده الدوديه وين يصير عنده الالم؟ يصير عنده بالرايت اليك فوسا، هاي اتفقنا عليها. يعني بصوره
الغالبية مثلا اكو نقطة بالبطن يسحوا لها ماك بيرني بوينت، اذا سامعين بيها، سامعين بيها الماك بيرني بوينت؟ هو سيرجيكال انسيشن غير دكتور؟ لا، الماك بيرني بوينت الانسجن اللي بيها يسحوا لها جريد ايرون، جريد ايرون انسجن. الماك بيرني بوينت وين صايرة؟ صايرة اذا ترسم خط بين الانتيريور superior iliac spine وبين الامبلايكس، بين السرة والانتيريور superior iliac spine، تاخذ ثلثين هذا الخط، هاي النقطة يعني التقاء ثلثين بثلث مات الخط هذا، راح يصيحوا له هاي النقطة الماك بيرني بوينت. عادة يقولون انه هذه النقطة هي مكان الابندكس، يعني مكان اتصال، خلينا نقول اتصال الابندكس بالسيكم، عادة تكون بهذا المكان. طبعا مو هذا مو فيكس، مو ال 100%، لكن بصورة عامة خلينا نقول. اوكي، هاي اسمها ماك بيرني بوينت. الانسجن في وين يسوون الجراح؟ وين يفتح؟ يفتح بالماك بيرني بوينت. الانسجن اللي يفتحوه هنا يصيحوا له جريد ايرون انسجن، يطلق عليه جريد ايرون انسجن. زين، هذا اللي بلس سبلاي وقلنا هسه وال لينف نيرف سبلاي ما بيهن فد مشكله، يعني تحتاج واحد يسحب بيهن اكثر. الاسندنج كولون، القولون الصاعد هذا ريتروبيريتونيال اولا، ينتهي بالهيباتيك فليكتشر. هذا هيباتيك فليكتشر. اكو بصفه، اعتقد اكو صوره هنا نشوفها اذا موجوده او ما. هنا يعني نقول عليه remnant of the peritoneum موجود، فصاير هنا بصف الكولون بصفه اكو خسفه هنا تصير. يصيحوا له parafolic gutter، يعني خسفه صايره بصف الكولون، يصيحوا لها parafolic gutter، يعني هذا النفق اللي او نفق خلينا نقول اخدود صاير يمل الكولون. البلس سبلاي اللي دا يجينا للكولون عن طريق قلنا برانش من ال superior mesenteric artery. احنا دا نحكي حاليا عن الاسندنج كولون. اكو شريان هنا يسحب للرايت كوليك ارتري، هذا الرايت كوليك ارتري. رايت كوليك ايش راح يعطينا؟ يعطينا برانش هنا راح تروح من توصل يم الكولون، واحد يصعد لي فوق واحد ينزل لي جوا، ascending و descending branch. هذن ويا من يلتقن؟ يلتقن ويا ascending branch من الاليوكوليك artery، هذا اللي دا يروح للاليوم، يزود الاليوم ويزود الكولون ويعطينا ascending branch. هذن هنا راح يلتقن، يسوون مثل حلقة أو مثل السلسلة. أوكي، هذا right colic artery. أكو عندنا واحد لاخ شريان آخر اسمه middle colic artery. middle colic لي وين يروح؟ يروح للترانسفيرس كولون. هنا ايضا ينقسم الى، راح ينقسم الى ليفت ورايت. هذني قلنا يلتقي واحد ويا اللاغ يسوون مثل الشبكه. هنا ينتهي يعني الرايت كوليك ارتري هو اخر واحد يزود الميدجت. من راح تجينا وراها؟ راح تجينا الهايندجت. هذه الهايندجت من الارتري مالتها؟ الارتري مالتها هو الانتيريور ميزنتريك، هذا هو الانتيريور ميزنتريك ارتري. ايضا راح يعطينا ال اسمه هذا ليفت كوليك، ليفت كوليك ارتري. الليفت كوليك هنا راح يعطينا برانش اسندنج ايضا وديسندنج. الاسندنج راح يعطينا واحد شريان اسمه المارجنال ارتري. نشوف هذا المارجنال ارتري راح يلتقي ويا من؟ يلتقي ويا الليفت برانش من الميدل كولي. اوكي، حتى يسوي لك سلسله هنا. الشغله شنو اللي اريدكم تعرفوها؟ احنا ايش عندنا؟ عندنا هذا الترانسفيرس كولون. الترانسفيرس كولون ايش بيه؟ بيه ميزنتري. لو بالحقيقه لو عندنا كدفر بالحقيقه ونشوفها من ارفع الترانسفيرس كولون، طبعا هنا ايش عندي فوقها؟ فوقها الاستومك قاعد هنا. اوكي؟
فالستومك كانما لاز قويه للترانسفيرس كولون، ويعني من ينزل الجريتر اومنتوم يتصل ويا الترانسفيرس كولون وينزل لهنا. تذكرون الصوره البارحه اللي كانت بالسلايد باخر السلايد. فمن ارفع انا هسه لو كانما اجر بايدي الترانسفيرس كولون وارفع لي فوق، ايش راح اشوف هنا جوا؟ راح اشوف الترانسفيرس ميزو كولون. بالترانسفيرس ميزو كولون راح القى البازلز موجوده هنا تمشي، يعني الارتريز بالبطن ما تمشي هيك وحده، لا تمشي بالميزنتري. اوكي، فاكو عندي مسافه دا تصير بين الميدل كوليك وبين الليفت كوليك، هذه هنا قد مسافه كبيره يصحولها الافاسكولار ويندو. هذه بما تفيد الجراح من انا رفعت الكولون لفوق رفع لي ويا الاستومك، اذا اشق يعني اسوي انسجن بالميزنتري بالميزو كولون راح افوت على اليمن. اذا هسه تروحون وياي راح افوت على اللسر ساك، اللسر ساك اللي صاير ورا المعده. اوكي، اللي صاير ورا الاستومك، فمن هنا اقدر افوت على اليمن على الاستومك بيد اللي هي الستركتشرز اللي موجوده هناك، مثلا عندي ال شو اسمه هذا البنكرياس مثلا. اوكي، واضحه هذه لحد هنا؟ فهمتوا هاي النقطه ولا لا؟ انا اريدكم تفهموها من هذا الحكي كله يعني. وياي شباب بنات، واضحه هذه ولا لا؟ انا اريدكم هذه تفهموها من هاي الشرح. تقدر تعيدها؟ ها؟ نعم تعيدناها؟ اوكي. شوف هنا ايش عندنا؟ نسوي عندنا عندي هذا الترانسفيرس كولون، خلي اشوف لي صوره. ها اشوف هاي الصوره، شوفوا هاي الصوره طلاب، هذه شنو هاي الصوره؟ هذا الكولون يعني رافعه لفوق، هذا الترانسفيرس كولون رافعه الى الاعلى، فايش دا اشوف؟ هذا الميزو كولون، ترانسفيرس ميزو كولون. ايش القى بيه؟ دا القى بيه برانش فروم ارتريز شرايين. هذا الميدل كوليك، هنا الميدل كوليك ارتري. اوكي، وعدي هنا الرايت كوليك وهنا الليفت كوليك. الليفت كوليك هذا تابع لمن؟ للانفيريور ميزنتريك ارتري، انفيريور ميزنتريك ارتري. هنا هذا المارجنال ارتري اللي يصيحوا له، هذا هو المارجنال ارتري. هذه الفتحه شويه نوعا ما مسافه كبيره تخلو من الاوعيه الدمويه، فبما تفيدني اذا افتح هنا افتح هذا الكولون الميزنتري هذا افتحه، وين راح افوت؟ راح افوت ورا المعده. اوكي، راح افوت ورا المعده. انا الليسر ساك ما اقدر اطب له، يعني هسه انا اريد اسوي مثلا عمليه بالليسر ساك، منين افوت له؟ ما اقدر افوت له لانه قدامي منه قدام المعده وجواها الترانسفيرس كولون، انا مو اقص المعده وافوت، ما اقدر. زين، ولا وعندي الكونكشن الطبيعي اللي هو سميناه الفلويد فورامين، هذا صغيرونه بالحقيقه، يعني ما يقدر الجراح يفوت من عنده، فانما يحتاج انسجن اكبر، يحتاج ويندو اكبر يفوت من عنده. فمن يفوتون؟ يفوتون من هنا من هذا المكان، هذا اذا يفتحه هذا يسوي بي انسجن. طبعا الباقيات يعني باقي المناطق خطره لانه بها اوعيه دمويه واي يعني، وهنا اكو فات، فمرات الوعاء يعني البازلز ما ينشاف فممكن ينقطع، اذا انقطع البلد بازلز هنا صح اكو سيركوليشن تعوضه هاي الكولاترال، يعني واحد مرتبط ويا الاخر لكن يسوي له مشاكل، فيفوت من هذا المكان اللي يصيح له الافاسكولار ويندو. من اقصه هذا، من اقصه هنا راح افوت مباشره بظهر المعده اصير. اوكي، يعني كانما شورت كات، يعني طريق جانبي يوديني على الليسر ساك، تمام لهنا. فمن هنا يقدرون يفوتون حتى يشتغلون عليه من على الستركتشرز اللي موجوده بالستومك بيت يصيحوا له.